يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان بتابعونا على شاشة النيل للرياضة. يوم جديد وبداية جديدة لبرنامجنا المونديال، وبالتأكيد واحنا بننتظر الحدث التاريخي ومشاركة مصر في كأس العالم روسيا 2018 بعد غياب 28 سنة عن المشاركة في بطولات كأس العالم، وكانت المشاركة الأخيرة في إيطاليا 90. كان لازم على شاشة النيل للرياضة يكون عندنا لقاء يومي متجدد من خلاله في الساعة الأخيرة من كل يوم 11 مساء على الهواء مباشرة. هيكون عندنا ميعاد مع المونديال، كل أخبار مونديال روسيا 2018 بالتأكيد هيكون في جزء مخصص كل يوم لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، وكل أخبار استعداداته والمعسكر والمباريات الودية المتبقية في الفترة القادمة. عندنا كمان لمحات تاريخية، كل التفاصيل والمعلومات ان شاء الله هتكون مع حضراتكم يوميا من خلال المونديال، وكل الزملاء طبعا واسرة العمل اللي هتشارك في تقديم البرنامج لحضراتكم. بالتأكيد طبعا واحنا بنبدأ اول حلقة في المونديال النهاردة، عايزة هني حضراتكم لكم كل لحظة وانتوا دايما طيبين ومتجمعين. طبعا صدفة جميلة انه النهاردة بنبدأ المونديال وكمان اول ايام شهر رمضان الكريم المبارك، احلى 30 يوم في السنة الحقيقة، شهر الدفى كده والعيلة واللمة الجميلة. يا رب تكونوا قضيتوا أول يوم جميل وكل أيام تكون خير وسعادة علينا جميعا بإذن الله. واحنا بنبدأ كده وبنفكر هنعمل ايه في المونديال والتاريخ والمعلومات والإحصائيات، لقينا الحقيقة يعني صحفي رياضي مميز جدا في المجال ده تحديدا هيبدأ معانا النهاردة. طبعا أكيد الأستاذ خالد طلعت، كلكم حضراتكم متعودين دايما معايا على الإحصائيات والمعلومات والأرشيف الرياضي دايما مع حضرتك. أستاذ خالد أهلا بيك معانا، كل سنة وحضرتك طيب. مساء الخير أستاذ سهى، أهلا وسهلا بيك وأهلا بالسادة المشاهدين كلهم، وكل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان وإن شاء الله. حضرتك من العيلة بقى في أول يوم، لكن يعني جميل إن حضرتك تكون معانا مع كل المشاهدين في أول حلقة في المونديال. أكيد ده شرف ليا طبعا وشرف التواجد في قناة نهار السبورت دايما، وإن شاء الله يعني هو حدث تاريخي زي ما حضرتك قلتي، كل أربع سنين كأس العالم، والمرة دي بالذات طبعا بحضور المنتخب المصري بعد غياب 28 سنة كاملة، فبالتالي هو ليه مذاق مختلف وليه طعم مختلف، وكل الجماهير المصرية بتنتظر انطلاق المونديال على يعني بفارغ الصبر. خلاص احنا دلوقتي اقل من شهر، النهارده 17/5 الكاس العالم هينطلق باذن الله 14 يونيو، فبالظبط تقريبا 28 يوم على انطلاق مش عارف تنازلي بقى، خلاص احنا في اجواء المونديال خلاص بالظبط خلاص يعني احنا تقريبا معظم بطولات الدوري في العالم خلاص بقى بعضها انتهى والباقي في نهايته، متبقي فقط طبعا مباراه نهائي دوري ابطال اوروبا ان شاء الله يوم 26 مايو اللي هيشارك فيها نجمنا المصري محمد صلاح ليفربول امام ريال مدريد، وخلاص بعد كده كله بقى بدا يركز في قوائم المنتخبات. تم اعلان القوائم المبدئيه لمعظم المنتخبات، هيتم تقليصها بعد كده ل 23 لاعب ويتم ارسال القوائم النهائيه، وخلاص هنبدا بقى حته المعسكرات والماتشات الوديه الاخيره استعدادا لكاس العالم خلال الايام المقبله باذن الله. هل عندنا جديد النهارده في اخر الاستعدادات الخاصه بالمنتخب؟ طبعا كان في يوم الثلاثاء اللي فات المؤتمر الصحفي اللي من خلاله مستر هيكتور كوبر وجهازه الفني اعلنوا القائمه اللي هتدخل المعسكر الخاص بمباراه الكويت الوديه اللي هتكون يوم 25. ده اللي هيخلي انه نجمنا محمد صلاح، ان بعض الناس قالت ازاي محمد صلاح مش موجود، يعني محمد صلاح عنده نهائي الشامبيونز ليج يوم 26 في كييف في اوكرانيا، فطبعا هيبقى صعب جدا 24 ساعه بين المباراتين. فهل في جديد بالنسبه لمنتخب مصر غير طبعا يعني كلنا تابعنا النهارده مستر هيكتور كوبر بظهوره المختلف الحقيقه يعني من خلال شهر رمضان، في جديد؟ لا طبعا يعني يمكن حتى الان بدا بقى هو الجديد دلوقتي توافد اللعيبه المحترفين المصريين، هي يمكن كمان تحديدا مباراه مصر والكويت المفروض انها كانت يعني خارج الاجنده الدوليه، فمفترض انها كانت تقام بدون محترفين، لكن خلاص مع نهايه الموسم اصبح اللاعبين المحترفين معظمهم متاح لمنتخب مصر، وبداوا يتوافدوا يمكن من محمد النني جاء مصر، معظم المحترفين خلاص الدوري السعودي انتهى بالكامل زي ما حضرتك قلت، متبقي فقط يمكن محمد صلاح الوحيد اللي عنده ارتباط في نهائي دوري ابطال اوروبا، وطبعا هيغيب عن مباراه الكويت. اعتقد انا شخصيا برضو ان مستر هيكتور كوبر هيريح مجموعه كبيره من اللعيبه المحترفين في ماتش الكويت، لان كان عندهم موسم طويل جدا، يعني اللعيبه المحترفين تحديدا خاصه لما نتكلم في الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه كان موسم طويل عندهم، لعبوا ماتشات كتيره جدا، فمن الافضل ان هم يحصلوا على بعض الراحه، وغالبا ماتش الكويت ده هيكون بقى التجربه النهائيه للوجوه اللي مستر هيكتور كوبر بيبدا، لان احنا ممكن يكون عندنا مشكله في البديل مظبوط لاي لاعب.
هو مستر هيكتور كوبا خلينا نتكلم بصراحه خلاص هو تقريبا حاطط ايده على التشكيله الاساسيه وكلنا كشعب مصري حتى مش الناس الفاهمين كوره فقط عارفين مستر هيكتور كوبا بيلعب بمين من 11 لاعب تقريبا ممكن يغير لاعب او اثنين فقط لكن القوام الرئيسي للمنتخب معروف هو القصه في بعض اللعيبه البدلاء يعني هو ده ضم يمكن خمس وجوه جديده في القائمه الاخيره في بعض الوجوه السابقه يمكن بدا الكلام عليها انها ممكن ما تشاركش فبالتالي ماتش الكويت تحديدا اعتقد هيدي فرص للوجوه الجديده اللي هو لسه محتار ما بين مين يشارك ومين يستبعد بحيث ان هو يبقى ده التقييم النهائي للقائمه النهائيه اللي هيتم ارسالها بعد مباراه الكويت باذن الله. ممكن يحلم انه مصري في الانفيلد بعلم مصر بيتوج بالحذاء يعني حاجه كانت خيال الحقيقه مش كده مظبوط فعلا يعني فعلا يعني بقول لك يعني بس مش مصدقه فعلا يوصل يبقى هدف دوري انجليزي ان يلعب نهائي دوري ابطال اوروبا ان شاء الله ربنا يوفقه لو حصل على البطوله هتفرق معاه بشكل كبير جدا فيها بعد كده كاس سوبر اوروبي فيها مشاركه في كاس عالم الانديه يعني هتكون علامه فارقه فعلا محمد صلاح وهو دلوقتي النجم الاول لليفربول فبالتالي ليفربول لما بياخد في البطوله كل الناس بتتكلم عن محمد صلاح يعني هو هدف الدوري الانجليزي القائمه بتاعه الهدافين محطوطه فوق محمد صلاح بيتحط جنبه علم مصر يعني علم مصر بيبقى طالع فوق في ترتيب قائمه الهدافين في كل مواقع العالم اعتقد شيء مشرف وفخر طبعا للكره اكتر من كده طبعا الحقيقة. طبعا احنا حلقتنا النهارده يعني هتاخد الطابع التاريخي او الطابع اللي فيه ثراء في المعلومات وفي التفاصيل الكتير جدا اللي ممكن المشاهد الكريم اللي بيتابعنا ممكن يحس ان هو خد وجبه متكامله النهارده عن كاس العالم البطوله المفضله طبعا لكل عشاق الساحره المستديره اللي بتطل علينا كل اربع سنوات اللي بدات سنه 30 جول ريمي طبعا صاحب فكرة. هنبدأ تفاصيل كده ودردشة تاريخية مع الأستاذ خالد طلعت هو معاه بالوثائق وبالصور كل شيء. نبدأ بقى التاريخ. طبعا زي ما حضرتك قلتي يمكن كاس العالم فعلا فكره انطلاقه يمكن بدات الاول الفكره كانت في اجتماع الاتحاد الدولي سنه 1904 كانت فكره مبدئيه باجتماع سبع دول فكروا ان هم يقيموا كاس العالم لكن بعد كده الفكره دي يمكن قبلت من الرفض من قبل اللجنه الاولمبيه الدوليه، اللجنه الاولمبيه طبعا كانت بتعمل ساعتها دوره الالعاب الاولمبيه وكانت لعبه كره القدم هي من 1800 يعني طبعا دوره الالعاب الاولمبيه بادئه من 1896 لكن بقول لك التفكير بدا في كاس العالم 1904 قبل بالرفض لان هم حسوا ان هو هيكون محط انظار ياخدوا الاضواء من دوره يعني دوره الالعاب الاولمبيه كانت بتعتمد على كره القدم هي الاساس بتاعها وباقي طبعا الالعاب مع احترامنا ليها لكن كره القدم هي اللعبه الشعبيه الاولى في العالم فيمكن كانت فكره مبدئيه في 1904 لكن قوبلت بالرفض من قبل اللجنه الاولمبيه تعطلت الفكره لغايه بقى ما جه المحامي الفرنسي جول ريمي طبعا اللي تولى رئاسه الاتحاد الدولي لكره القدم هو مين اللي كانوا حاضرين السبع دول؟ سويسرا بلجيكا الدنمارك فرنسا هولندا اسبانيا والسويد يعني سيطره اوروبيه مظبوط طبعا كانت سيطره اوروبيه حتى كاس العالم لما انطلقت بعد كده 1930 كانت معظمها دول اوروبيه مع دولتين او ثلاثه فقط من امريكا الجنوبيه اللي شاركوا فيها لكن بقول لحضرتك رجع بقى جول ريمي مره ثانيه سنه 1921 بدا ان هو فكره قامت كاس العالم كان محامي يعني كان هو رئيس الاتحاد اللي يعني وصل ان هو بقى منصب رئيس الاتحاد الدولي وطبعا رئاسه الاتحاد يعني دي امور اداريه ما يعني هو مش لازم يكون لاعب كره سابق طبعا وصل ان هو اصبح رئيس الفيفا وفي سنه 1921 طرح اعاد الفكره مره ثانيه وفضل على مدار سبع سنين يعني توافق على الفكره بصوره رسميه في مايو 1928 توافق انه يقام كاس عالم وطبعا تم تحديد سنه 1930 كاقامه 25 مايو مظبوط 28 معلومه مهمه جدا تمام. في الاجتماع ده قرروا انه يبقى في كاس عالم بالظبط اعلنوا انه في كاس عالم فكره جول ريمي المحامي اللي اصبح رئيس للاتحاد الدولي مظبوط وانطلقت طبعا اول بطوله بعديها بسنتين يعني هو وانس ان هم خدوا في القرار في مايو 28 بداوا بقى اقامه يعني بعض التصفيات كده عملوا تصفيات صغيره ما بين الدول وانطلقت بطوله كاس العالم الاولى 1930 في اوروجواي وسموها كاس النصر مظبوط كان يطلق عليها كاس النصر ويمكن اختيار اوروجواي تحديدا يسوها لان اوروجواي كانت بطله كره القدم في دولتين العاب اولمبيه متتاليتين يعني 24 و28 كانت اوروجواي هي بطله لعبه كره القدم اخذت الميداليه الذهبيه في كره القدم في دوره الالعاب الاولمبيه فبالتالي كان ليها افضليه تقدمت بطلب تنظيم الكاس العالم الاولى وتم الموافقه عليها بصوره مباشره واصبحت فعلا اوروجواي قدرت انها تنظم كاس العالم الاولى 1930 تمام بعد كده توالت بقى البطولات وكانت مستمره بشكل دوري كل اربع سنين ما عدا بطولتين اللي كان فيهم ظروف سياسيه او الحرب العالميه مزبوط. تحديدا 42 و46 تمام فعلا اقيمت يمكن بطوله كاس العالم المقبله 2018 ان شاء الله دي البطوله رقم 21 في كاس العالم زي ما انت قلتي بدءا من 1930 توقفت مرتين فقط 1942 1946 بسبب الحرب العالميه دول المرتين اللي لم يقم فيهم كاس العالم لكن باستثناء كده من 1930 لغايه
2018، كل اربع سنين بتقام بطوله كاس العالم، والنسخه المقبله هتكون النسخه رقم 21 في كاس العالم باذن الله. سجل الشرف الخاص بالمنتخبات الفائزه بكاس العالم في النسخ العشرين 8 منتخبات فازت باللقب، لكن يحسب للمنتخب البرازيلي اللي هو المنتخب الذي لم يغب عن كأس العالم ولا مرة غابوا البرازيليين. يعني أنا شخصيا مثلا من عشاق المنتخب الإيطالي، مش موجود إيطاليا في المونديال اللي جاي. تمام. فالبرازيل ما يعني غابتش ولا سنة، فازوا بالمونديال 5 مرات. مظبوط فعلا، يعني برضو ده حاجه تاريخيه مهمه ان احنا نعرفها مع بعض النهارده. تمام فعلا، البرازيل ضيف ثابت على كاس العالم، هو المنتخب الوحيد على مستوى العالم بالكامل اللي شارك في كل بطولات كاس العالم منذ انطلاقها من سنه 1930 لغايه 2018. ضيف دائم البرازيليين. طبعا يعني ضيف دائم على كاس العالم، وهو كمان المنتخب الاكثر تتويجا، يعني 5 مرات توج بها منتخب البرازيل بكاس العالم، كل يعني هو الاكثر تتويجا. بعديه بيجي في المركز الثاني منتخب المانيا ومنتخب ايطاليا، كل واحد فيهم 4 مرات توج بكاس العالم، ثم منتخبي الارجنتين واوروجواي كل منتخب منهم مرتين، واخيرا اسبانيا وفرنسا وانجلترا كل منتخب منهم توج بالبطوله مره واحده. دول يمكن سجل الشرف كده للثمان دول اللي قدروا يحصلوا على كاس العالم من قبل. طبعا هم كلهم من اوروبا وامريكا الجنوبيه، هي الدول المسيطره على كاس العالم لغايه دلوقتي. انا طبعا يعني المعلومات اللي قدامي سريه جدا، فعايزه كل المشاهدين يشاركونا فيها. يعني مثلا الخمس مرات اللي البرازيل فازت بكاس العالم كانوا 58 62 70 94 و2002. مظبوط مظبوط فعلا، الخمس مرات يا جماعه اللي البرازيل فازت بيهم بكاس العالم. المنتخب الايطالي بقى في سنه 34 و38 و82 و2006، المانيا 4 مرات 54 74 96 و2014، انجلترا واسبانيا وفرنسا مره واحده. في كمان معلومه مهمه في السياق ده خالد، انه منتخبين بس اللي فازوا ببطولتين متتاليتين. تمام مظبوط. منتخب ايطاليا احرز 34 و38، البرازيل 58 و62. مظبوط. واحنا يمكن معانا السجل الكامل برضو، ممكن نستعرضه صوره على الشاشه للساده المشاهدين. طبعا اول بطوله زي ما قلنا 1930 اوروجواي، كانت مقامه في اوروجواي واوروجواي هي اللي فازت بيها. بعد كده بطولتين متتاليتين 34 و38 فاز بيهم المنتخب الايطالي. توقفت زي ما قلنا 42 و46 لم تقم بطوله كاس العالم بسبب الحرب العالميه. سنه 1950 فاز منتخب اوروجواي بكاس العالم، دي كانت المره الثانيه ليهم. 1954 فاز بيها المنتخب الالماني. 1958 و1962 مرتين متتاليتين لصالح المنتخب البرازيلي. 1966 فاز بها المنتخب الانجليزي. 1970 البرازيل مره اخرى. 74 فاز بها منتخب المانيا. 78 فاز منتخب الارجنتين. 82 منتخب ايطاليا. 86 الارجنتين طبعا بطوله مارادونا الشهيره. سنه 1990 فاز بها المنتخب الالماني. 1994 منتخب البرازيل. 1998 منتخب فرنسا. 2002 منتخب البرازيل. 2006 منتخب الايطالي. 2010 منتخب اسبانيا، والنسخه الاخيره 2014 فاز بها المنتخب الالماني. دول يمكن سجل الشرف كده بدءا من 1930 لغايه 2014. بالظبط. طبعا حمل لقب المنتخب الالماني، ودي برضو زي ما قلنا هو فاز بالبطوله 4 مرات، ودايما منتخب الماكينات الالمانيه بيكون منافس مرشح لكل البطولات. يعني هو حامل اللقب في 2014، واعتقد انه من ضمن المرشحين للفوز بكاس العالم 2018، لانه فعلا منتخب قوي جدا وبيمتلك كوكبه كبيره جدا من النجوم في المنتخب الالماني في التشكيله بتاعت السنه دي. الاحصائيه بقى اللي جايه دي يا جماعه، لو انتم مركزين معانا حاجه فعلا رائعة جدا، لأنه نسخ البطولة من انطلاقها من سنة 30 حتى 2014، المدن اللي استضافت البطولة، يعني في كل مونديال بيكون في كام مدينة بتستضيف، في الملاعب اللي تمت من خلالها استضافة البطولات المختلفة، المنتخبات اللي شاركت، عدد الأهداف، هدافين البطولة، معدل الأهداف، كمان معدل الحضور الجماهيري والنسبة. الحقيقة إحصائية بحييك عليها بجد يا خالد، لأنها مهمة جدا. تمام. ممكن نعرض الصورة على الشاشة، طبعا مش هنقول كل الأرقام دي، لكن ممكن ناخد برضو الأقل والأكثر، يعني طبعا دي الأرقام عشان نعمل بالزبط المقارنة وتبان قدام المشاهد. مظبوط. طبعا عندنا يعني اللي باللون الأحمر دي الأرقام القليلة، أقل أرقام، واللون الأخضر دي الأرقام الأعلى. يمكن المدن المستضيفة زي ما قلنا كانت 4 مدن و4 ملاعب، دي أقل بطولة كانت 1962 اللي أقيمت في تشيلي، أقيمت في 4 مدن فقط و4 ملاعب. أكثر مدن وملاعب أقيمت فيها البطولة كانت 2002 اللي أقيمت في كوريا واليابان، كانت أقيمت في دولتين
مرتين اقيمت في 20 مدينه و20 ملعب مختلف. ده يمكن اكتر ما حاجه فيها ملاعب ومدن. المنتخبات المشاركه اقل منتخبات كانت البطوله الاولى سنه 1930 شارك 13 منتخب فقط في كاس العالم، بعد كده زادت 32 منتخب بدءا من بطوله 98 اللي اقيمت في فرنسا، حتى الان ده اعلى رقم من المنتخبات المشاركه. عدد الماتشات يمكن كان وصل 17 مباراه في 1934 اقل عدد من المباريات. اكتر عدد من المباريات في كاس العالم كانت 64 مباراه بدءا من كاس العالم برضو 98 وحتى الان. عدد الاهداف اقل عدد من الاهداف كان 70 هدف في اول بطولتين 30 و 34. اكبر عدد من الاهداف كان 171 هدف، وده تكرر مرتين، مره في كاس عالم 98 والمره الثانيه كان في كاس العالم 2014 الوقيم في البرازيل. بعد كده عندنا هداف البطوله، يمكن اكتر هداف البطوله كان 13 هدف واقل هداف البطوله 4 اهداف. معدل التهديف، اعلى معدل تهديف كان في البطوله بتاعه سنه 54 كان 6.3 معدل تهديف في المباراه. اقل معدل تهديف يمكن اسوها بقى كانت في سنه 90، يعني اقل معدل تهديف يمكن البطوله اخر بطوله مصر شاركت فيها، واعتقد ان يمكن دفاع منتخب مصر ساعتها كان ليه دور في القصه دي، يمكن 2.3 هدف ده كان اقل معدل تهديفي على تاريخ كاس العالم. وصلنا للحظه التاريخيه في حلقتنا النهارده، لازم نشوف الجون بتاع كابتن مجدي عبد الغني عشان بس ايه ما تخليش كلامنا ينسينا. مظبوط طبعا، حقيقي كابتن مجدي طبعا عايزه اسمعه كمان بصوت المرحوم الكابتن محمود بكر. عدالة السماء نزلت على استاد باليرمو وارتفعت اهو زي ما احنا شايفين. كومان كومان صاحب ده هدف التعادل للمصريين، هدف التعادل للمصريين في الدقيقة 40 في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. صلى الله مجهودات المصريين في النجاح في هدف التعادل في الدقيقة 38، وهدف التعادل هو نتيجة جهود كبيرة. مفيش اجمل من كده ذكرى الحقيقه، يعني هيفضل محفور في التاريخ صوت الكابتن محمود بكر، حافظين كل كلمه قالها طبعا. كومان 15 مليون جنيه بيشد حسام حسن لاعب النادي الاهلي، طبعا ساعتها ما كانش فيه احتراف وما كانش اللعيبه بيقدروا بالقيمه المفترض ان هم يقدروا بيها، و كلنا فاكرين بقى اللحظات الجميله دي طبعا. يعني كابتن محمود بكر راح طبعا ربنا يرحمه، كان من افضل المعلقين واخفهم دما طبعاً. زي ما انت قلت فعلا حدث تاريخي، عداله السماء نزلت على استاد باليرمو، الجمله الشهيره اللي كل الناس حافظاها، واعتقد فعلا هدف تاريخي. يعني كابتن مجدي ليه حق ان هو يفخر بيه فعلا، هدف الوحيد يمكن اللي في الفتره الاخيره في كاس العالم. لكن برضو عايزين نقول ان كان في عبد الرحمن فوزي برضو سجل هدفين لمنتخب مصر في كاس العالم 34، عشان دي نقطه برضو ممكن تكون منسيه عند الناس، او يمكن كابتن مجدي عبد الغني شويه يعني بيقول للناس ان هو الوحيد اللي سجل هدف. الكابتن مجدي عبد الغني مضى حق وراه مطالب، هو ورا حقه بيطالب بيه على طول ان احنا ما ننساش الهدف. مظبوط طبعا، عمرنا ما هنقدر. لكن برضه لا، انا بتكلم في حته ان فعلا بقى لو اتكلمنا في الحق، كابتن عبد الرحمن فوزي في كاس العالم 34 سجل هدفين، كانت مباراه المجر ومصر انتهت بفوز المجر 4-2، وكابتن عبد الرحمن فوزي سجل هدفين، هو اول لاعب مصري واول لاعب عربي وافريقي يسجل اهداف في كاس العالم، فطبعا لازم ما ننساهوش برضه. اكيد كابتن مجدي الهدف بتاعه برضه هدف مهم جدا، لكن لازم نذكر كابتن عبد الرحمن فوزي، لان في ناس متخيله ان كابتن هدف كابتن مجدي هو الوحيد. لا، عبد الرحمن فوزي سجل الهدف الاخير، الاخير واللي الناس فاكراه برضه يعني، عشان برضه الناس 34 طبعا خلاص يعني معظم ما حدش كان يمكن عايش موجود في الوقت ده. طب ما فيش اي فيديوهات، بما انك طبعا اكيد عندك اطلاع واسع على الميديا لا في اعتقد في كان في فيديو في فيديو اتنشر لهدف كابتن عبد الرحمن فوزي طبعا يعني في هدفين، بقول لك كانت مباراه مصر والمجر وخسرنا 4-2، لكن هو سجل هدفين فيهم، فبقول لك لا دي يعني نقطه مهمه جدا لازم الساده المشاهدين تبقى عارفاها، لان ده تاريخ اولاده واحفاده كمان ان هم يفكرونا بالهدف يمكن اكتر من مظبوط. لكن هم ما استغلوش الهدف بنفس الطريقه اللي استغلها بيه كابتن مجدي عبد الغني طبعا، يعني على حس الهدف ده عمل حاجات كتيره جدا ربنا يبارك له طبعا، لكن هو قدر ان هو يستغل النقطه دي، وفي الاخر يعني هو هدف برضه وضربه جزاء يعني. لكن انا شايف برضه يعني كابتن حسام حسن اكيد كان ليه دور مهم برضه ان هو اللي جاب ضربه الجزاء دي، وزي ما انت قلتي من رونالد كومان اللي كان من اغلى مدافع في العالم في وقتها، وكابتن حسام برضه انا شايف بخبرته وذكائه يمكن حتى اللي اتشد او الدفعه بدات بره المنطقه، لكن كابتن حسام حسن كمل وقع جوه المنطقه طبعا فخدها ضربه جزاء، فاعتقد برضه يستحق الاشاده. وفان بروكلين طبعا لغايه دلوقتي برضه كده كان حلو.
لكن كمان يعني احنا عندنا امل ان شاء الله انه نجم محمد صلاح او طبعا كل نجوم المنتخب باذن الله يكون في هدف جديد ان شاء الله. مظبوط. وهو يمكن محمد صلاح كان يعني برضو كنا بنتكلم على هدف كابتن حسام حسن في الجزائر بعد اللي طلعنا كاس العالم، فدلوقتي بقى في هدف محمد صلاح طبعا في الكونغو في المباراه الاخيره، ده برضو الناس كلها بتتذكره لما ركله جزاء في الدقيقه 93 وصعدنا كاس العالم. فممكن صلاح برضو نفس يعني زي ما حطم هدف كابتن حسام حسن ممكن يحطم هدف كابتن مجدي الغني ويسجل باذن الله اهداف في كاس العالم ان شاء الله. لو تفتكر كمان يا خالد في البث التلفزيوني مباراة مصر واهي الاهداف اهي بتاعت ده فواصل لكاس العالم، انا كنت افتكرت ان احنا جبنا الاهداف بتاعت الراحل عبد الرحمن. اعتقد موجود على اليوتيوب ممكن موجودة. لو تفتكر في المشهد الخاص يعني فرحة الهدف بتاع الكابتن مجدي عبد الغني، البث التلفزيوني او المخرج الايطالي كان مركز مع الكابتن عادل عبد الرحمن. مظبوط فعلا. الناس كلها كانت مستغربه الموضوع ده. شوف النصيب بقى. يعني هو اللي رفع ايده وكان فرحته كبيره، فالناس يعني في ناس تصورت ان هو سجل هدف، لكن طبعا احنا لا كنا كمتابعين عارفين ان مجدي عبد الغني سجله، لكن فعلا في بعض الوسائل الاعلام الاخرى بقى تصورت لان الكابتن عادل عبد الرحمن هو اللي كان صاحب الهدف. بنحيي الجميع طبعا، جيل 90 الرائع اللي مش ممكن طبعا. ابدا هيتنسي، محفور في ذاكرتنا كلنا وفي التاريخ بالتاكيد. نروح بقى للحاجات الجميلة اللي المشاهدين أكيد بيحبوها، الأسماء والأهداف، لأن متعة كرة القدم بالتأكيد هي الأهداف. نروح بقى للهدافين، يعني إحنا بنركز دلوقتي بنطلع بمعلومات من الحلقة التاريخية دي عشان بس هبقى لسه فاكرة، 28 مايو سنة 28 مظبوط، ده 25 مايو اللي من خلاله بدأت فكرة كاس العالم اللي انطلقت سنة 30 في الأورجواي. تمام. فأول هدف بقى تم تسجيله في البطولة دي كان الفرنسي لوسيان لورا، كانت مباراة منتخب بلاده أمام منتخب الأورجواي صاحب الأرض والتنظيم سنة 30. ده حدث مهم جدا، إن أول هدف فرنسي هو اللي سجله. مظبوط فعلا، ده كان اول هدف طبعا في تاريخ كاس العالم، وده دايما الاهداف الاولى او اللحظات الاولى بتسجل في التاريخ زي ما انت قلتي. كل الناس بتتكلم دلوقتي ان لوسيان لوران هو صاحب اول هدف في بطوله كاس العالم. يمكن معانا برضو صور ممكن نعرضها على الشاشه، شكل كاس العالم في البطوله بتاع 1930 كان شكل كاس العالم عامل ازاي، الكره اللي اتلعبت بيها بطوله كاس العالم برضو معانا صورتها، منتخب اوروجواي المنتخب اللي فاز بكاس العالم، الملعب اللي اقيم عليه نهائي كاس العالم في سنه 1930. يمكن معانا مجموعه برضو من الصور التاريخيه نقدر نعرضها للسادة المشاهدين بحيث يبقوا عندهم برضو فكرة عن الدنيا كان شكلها عامل ازاي في اول بطولة لكاس العالم. تمام، انا عارض كل ده، لكن كمان معايا الهدف رقم 1000. تمام. ده هولندي اسمه ايه بقى روب، كمل انت. رينس برينك. رينس برينك. رينس برينك. روب رينس برينك، ده الهدف رقم 1000 من ضربة جزاء في كاس العالم 78، منتخب بلاده كان بيلعب المنتخب الاسكتلندي. مظبوط ده كان الهدف رقم 1000 طبعا نسجله اللاعب البولندي رينسن بيرك، لكن بعديه كمان سجل السويدي ماركوس الباك، ده سجل هدف رقم 2000 بقى في كاس العالم 2006. طبعا برضو الاهداف دي بتكون اهداف تاريخيه بتسجل في التاريخ، مين اللي سجل هدف رقم 100، مين رقم 1000، رقم 2000. السويدي ماركوس الباك سجله في كاس العالم 2000 كان 2006 لصالح طبعا منتخب السويد في مرمى المنتخب الانجليزي، ده كان الهدف رقم 2000 في تاريخ كاس العالم. ده اعتقد بنعرفها، الهدف رقم 1 ورقم 1000 ورقم 2000. نروح بقى لاكثر اللاعبين اللي سجلوا اهداف في كاس العالم لغايه دلوقتي، 16 هدف مع منتخب المانيا، ميروسلاف كلوزي. مظبوط، يعني ده برضو التاريخ هيفضل فاكره انه اكثر الهدافين اللي سجل اهداف في كاس العالم مع منتخب بلاده الماكينات الالمانيه. تمام، طبعا هو الهداف التاريخي للمونديال هو طبعا ميروسلاف كلوزا مهاجم منتخب المانيا زي ما انت قلتي 16 هدف. معنا برضو قائمه هدافي كاس العالم على مدار التاريخ، كلوزا في المركز الاول 16 هدف، بيجي بعديه النجم البرازيلي رونالدو طبعا الاسطوره رونالدو، رونالدو القديم بقى الاولاني بالظبط. طبعا رونالدو الظاهره دلوقتي لو جبنا صورته يا جماعه انسان تاني. يمكن وزنه زاد بشكل كبير، تلاقي شعر تكنولوجيا يعني الناس بتكبر شعرها بيقع وكبر شعرها. عندنا كابتن ابراهيم حسن برضو بدا دخل في السكه دي مؤخرا يعني.
رونالدو زي ما بقول لك هو المركز الثاني 15 هدف في تاريخ هدافي كاس العالم، بيجي بعدين المركز الثالث جيرد مولر المهاجم الالماني سجل 14 هدف، ثم جاست فونتين المهاجم الفرنسي 13 هدف، بعدين الاسطوره طبعا البرازيليه بيليه سجل 12 هدف، المركز السادس يورجن كلينسمان النجم الالماني 11 هدف. يمكن دي ابرز قائمه هدافي كاس العالم على مدار التاريخ، لكن يظل ميروسلاف كلوزا طبعا بيتصدر القائمه برصيد 16 هدف حتى الان. الغريبة مثلا مارادونا، دييجو أرماندو مارادونا اللي سحر العالم كله مش موجود في القائمة. طبعا يمكن مارادونا يمكن كانت ظاهرة يمكن يعني في كأس عام 86 تحديدا، هي دي كانت البطولة اللي هو توهج فيها، ويمكن حتى بيطلق عليها بطولة مارادونا أو كأس مارادونا. هو يمكن كان نجم البرازيل الأوحد ساعتها، وكانت يعني الناس بتتكلم إن مارادونا بيلعب بقيه المنتخبات لوحده، يعني هو بيلعب لوحده، وشفنا اهداف كتيره كان بيسجلها في البطوله دي، مراوغات بياخد الكره من نص الملعب وبيرقص كل المنافسين ليه، لكن هو يمكن ما حافظش على مستوى فتره طويله. يعني مارادونا في بعض اللاعبين كده ظاهره بتظهر لفترات ممكن سنه سنتين، لكن مش بيقدروا يحافظوا على مستواهم. مارادونا من نوعيه اللاعبين دي للاسف، هو عنده يعني دماغ مختلفه. مظبوط مظبوط، زي اللعيبه عندنا. شايفه له فيديو قريب على التريد ميل، شفته اكيد. بالظبط. لا بجد ما حدش يعمل اللي هو بيعمله ده ابدا غير حد، يعني مكان دماغه في مكان تاني. مظبوط فعلا، هي دي النقطه اللي بنقولها دايما للاسف، يعني في بعض اللعيبه يعني بنتكلم عنهم دايما في مصر، وفي برضه لعيبه عالميه زي مارادونا زي ما حضرتك قلتي، زي بالوتيلي مثلا المهاجم الايطالي، للاسف في ناس بيبقى دماغهم بس اختفى خالص. يعني بقول لك للاسف ناس عندهم مهاره كبيره جدا، وعندنا في مصر امثله كتيره، بس مش عايزين نقول اسماء، يعني اكيد الناس كلها عارفاهم، للاسف مش بيركزوا داخل. مش حاجه وحشه على فكره، هو مبسوط كده يعني. لا الناس كلها عارفه يعني، لا اكيد ما حدش بيبقى مبسوط، يعني انت عندك مهاره وعندك موهبه كان ممكن توديك في منطقه تانية، يعني انت عارفه. وخلينا نقول اسماء يعني مش ما فيهاش مشكله، ابراهيم سعيد مثلا كان مدافع مميز جدا، وكان اول واحد راح احترف في انجلترا ما قدرش يكمل. شيكابالا نجم الزمالك لو هو مركز في الملعب اكتر وكان ممكن يكون في منطقه تانية، وكان ممكن يحترف في انديه كبيره جدا ويعمل زي محمد صلاح، لكن للاسف عندنا بعض عمرو زكي بعد ما راح ويجن اتلتيك وسجل 10 اهداف في الدور الاول، وكل الصحافه الانجليزيه كانت بتتكلم عليه زي محمد صلاح، لكن للاسف حصل نوع شويه من الغرور في الدور الثاني وبدا يتاخر عن التمرينات. كل دي لعيبه بقول لك لو كانوا عندهم تركيز داخل الملعب كانوا فرقوا بشكل كبير جدا. مارادونا نفس النوعيه، مارادونا يمكن بقول لك في 86 تالق بشكل كبير جدا وكان نجم البطوله، لكن حصل دروب كبير بعد كده وحصل عدم تركيز مع كره القدم، فبالتالي ما كملش ان هو يكون من ضمن الهدافين اللي احنا قلناها. ميسي كريستيانو رونالدو لسه لا هم طبعا خارج، يعني خارج القائمه. ميسي تحديدا يسوها برضو بعيد مع منتخب الارجنتين، يعني في مازالت علامه متعلق مع برشلونه بشكل رهيب تماما عن، وده يعني بيثير استياء الارجنتينيين نفسهم. مزبوط من ميسي، يعني مظبوط مش الشعبيه اللي ليه مع برشلونه. مظبوط فعلا يا سهى، يمكن هو ميسي حتى الان لم يحصل على اي بطوله مع الارجنتين مع منتخب اول، يمكن كان حصل بطوله مع منتخب الشباب، لكن منتخب اول ما فيش ولا بطوله سواء كوبا امريكا استعصت عليه ان هو يفوز بيها او كاس العالم طبعا اللي احنا مقبلين عليها. فدي نقطه كبيره جدا ان ميسي لا يجيد اللعب مع منتخب الارجنتين، مش بيظهر بنفس المستوى اللي هو بيلعب فيه مع برشلونه. في ناس بتعذره وتقول لك لا نوعيه اللعيبه اللي موجوده في برشلونه مثلا مختلفه فبتساعده على الظهور بالشكل ده، بعكس منتخب الارجنتين اللعيبه ممكن تكون مش كلها مستواها عالي. وان كان يعني في الجيل في الجيل الاخير لا كان في جيل منتخب الارجنتين مستوى مميز جدا، عندهم لعيبه مميزين، ورغم كده برضو ميسي ما ظهرش بالمستوى المعهود عنه، فدي تظل علامه استفهام كبيره جدا. وميسي يعني داخل برضو قدام تحدي في كاس العالم المقبله، يمكن الارجنتين حتى كانت بعيده في التصفيات، كان عندهم مشكله في التاهل ويمكن تاهلوا في اخر جولتين، لكن اعتقد برضو تظل الارجنتين باسمها وبوجود ميسي ضمن المرشحين لبطوله كاس العالم، وعلى ميسي بقى ان هو يرد على كل المشككين في قدراته مع منتخب الارجنتين ويحاول ان هو يعمل حاجه ويعمل بطولة مع المنتخب الارجنتيني. تمام. من النجوم بقى والهدافين لصناع النجوم، دايما المديرين الفنيين برضو ليهم بريق وليهم اسم وليهم مكان مميز في صفحات التاريخ. نتكلم برضو عن اهم المدربين اللي يمكن خلينا نقول اللي دربوا المنتخبات اللي فازت بالقاب كاس العالم. تمام. يمكن هو اشهرهم او اهمهم، يعني اهمهم طبعا ماريو زاجالو المدرب البرازيلي، وده يمكن فاز بكاس العالم 4 مرات، مرتين كلاعب ومرتين كمدير فني، دي طبعا برضو ظاهره يعني لم تحدث في تاريخ كاس العالم. يمكن هو لاعب فاز بكاس العالم مع منتخب البرازيل طبعا في العصر الذهبي اللي كان موجود فيه بيليه مرتين متتاليتين 1958 1962، كان ماريو زاجالو موجود كلاعب في القائمه بتاعه المنتخب البرازيلي وشارك في المباريات. طبعا لاعب ومدرب. مظبوط. كمدرب بقى يمكن برضو قاد منتخب البرازيل مرتين، المره الاولى 1970 كان مدرب مدير فني، وبعد كده في 94 كان مساعد مدرب، كان متواجد برضو ضمن الجهاز الفني، فبالتالي تحسب له 4 بطولات لماريو زاجالو، 2 كان مدرب و2
2 كلاعب، ده يمكن رقم ما حدش بيشاركه فيه. يمكن مع بعديه بيجي فرانس بيكن باور طبعا النجم الالماني، حقق البطوله مرتين، مره كلاعب سنه 74 والمره الثانيه كانت كمدرب مع منتخب المانيا سنه 90. فيمكن بيكن باور بيجي في المركز الثاني طبعا يمكن فرانس بيكن باور بيجي في المركز الثاني بعد ماريو زاجالو. دول يمكن اهم 2 مدربين في تاريخ كاس العالم. في كمان الألماني هيلموت شون أكتر مدربين مشاركة في كأس العالم، قاد منتخب ألمانيا من 66 ل 78، ده رقم برضه 12 سنة بالظبط. هو منتخب ألمانيا هو يمكن أكثر استقرارا في المدربين على مدار التاريخ. يعني عايز أقول لك ظاهرة رقمية كده يعني بيتميز بها المنتخب الألماني، هم بدأوا ممارسة كرة القدم سنة 1908، احنا دلوقتي 2018 بنتكلم 110 سنة، 110 سنة المنتخب الألماني تولى تدريبه 11 مدير فني فقط. يعني 11 مدير فني فقط على مدار التاريخ. ما الناس ما بتزهقش، احنا لازم يعني يبقى في تغيير كده كل فتره. في واحد مدرب عندهم قعد 36 سنه، يعني قعد مدير فني منتخب الالماني 36 سنه بالظبط. ف 11 مدير فني في 110 سنه بنتكلم يعني معدل او الافرج بتاع كل مدير فني 10 سنين، يعني تقريبا الافرج 10 سنين. يمكن عندنا ظاهره في الزمالك يمكن اخر 4 سنين تم تغيير 21 مدير فني، يعني لك ان تتخيلي من في 4 سنين في نادي الزمالك الاربع سنين الاخيره تم تغيير 21 مدير فني، وبنتكلم عن منتخب المانيا على مدار التاريخ في 110 سنه تم تغيير. ذكر الريكورد ده اكثر والاقل. انا يمكن كنت انا يمكن انا اثرت فعلا الاحصائيه دي قبل كده واتكلمت عنها، فبقول لك هي يعني احصائيه غريبه جدا. يمكن اتكلمت ما بين المنتخب الاكثر استقرارا على مستوى العالم والنادي اللي يمكن اقل استقرارا على مستوى العالم خلال اخر 4 سنين، انك تغيري 21 مدير فني. وكيل هوف معاهم مستمر بالظبط، مستمر معاهم طبعا. يمكن موجود من 2006 بقى له يمكن 12 سنه دلوقتي، يمكن هو اللي بيتولى المسؤوليه. فاعتقد بقول لك استقرار كبير جدا المنتخب الالماني، وده سبب النجاح. يعني احنا اتكلمنا على منتخب المانيا ان هو ثاني منتخب يفوز بكاس العالم 4 مرات بسبب الاستقرار، لما يكون في مدير فني مستمر لسنوات طويله اعتقد بيحقق انجازات كبيره جدا. ودي يمكن رساله لكل المدربين ولكل رؤساء الانديه عندنا في مصر، يا جماعه لازم يبقى في صبر على المدير الفني، مش عند اول هزيمه بيتم اقاله المدرب وتغيير الجهاز بالكامل. احنا بنتكلم على المانيا وصوره بيكن باور وفوزه بكاس العالم 90، المنظومه كلها هم الناس حاطين خطة طويلة المدى على مدار سنين طويلة بيتم تنفيذها من منتخبات الناشئين حتى المنتخب الأول، فبتؤتي بقى ثمارها، ما بتبقاش يعني فيها مشاعر بتتدخل أو عاطف أو ده كسب أو ده خسر أو ده الناس بتحبه أو الناس بتكرهه، لا هم حاطين خطة بتتنفذ الخطه دي بالاشخاص اللي هم مختارينها لتحقيق اهدافهم. مظبوط يا سعودي، نقطه مهمه جدا. ويمكن هم يمكن منتخب المانيا كان جاله فتره كده تراجع شويه في المستوى، يمكن بعد سنه 2002 في الفتره دي عملوا الوقفه دي. بالظبط، عملوا بقى قطاع ناشئين كبير جدا، ابتدوا يعتمدوا على المواهب الصغيره في السن وجابوا مدارس الكوره وابتدوا يجيبوا لعيبه صغيرين. يمكن اتت ثمارها فعلا في كاس العالم 2014، يعني من ضمن اللعيبه ماريو جوتزا اللي كان موجود في كاس العالم 2014 واللي سجل يمكن هدف النهائي، كان متواجد في قطاع المدرسه دي. يمكن بدا في مدرسه الكرة كان عنده 8 سنين تقريبا سنه 2002، فتم يمكن ودي المراحل السنيه كمان كلها خدوا من بالك يعني من عدد من سن صغير جدا عشان يقدروا يأهلوا المنتخب، وفعلا حصدوا ثمار التفوق ده بعد يمكن 12 او 14 سنه وقدروا يفوزوا بكاس العالم. فبقول لك هم عندهم تفكير مستقبلي كبير جدا ودايما بيكونوا ناجحين عشان كده، عشان التنظيم واللي بيعملوا بلان او خطه بعيده المدى. تمام، من الاحصائيات كمان اللي موجوده معانا انه اكثر المدربين فوزا بمباريات بشكل متتالي 16 مباراة متتالية في كأس العالم، لويس فيليب سكولاري مع منتخب البرازيل، مظبوط يا خالد؟ يعني مظبوط، هو عنده ريكورد ده متسجل باسمه 16 مباراة متتالية مع المنتخب البرازيل. مظبوط فعلا، لويس فيليب سكولاري طبعا 16 فوز متتالي مع منتخب البرازيل، ممكن من 2002 كان منتخب البرازيل ومنتخب مش واحدة طبعا يعني. لا ومش منتخب واحد كمان، هو منتخب البرازيل ومنتخب البرتغال. يعني هو بدأ كان بيدرب منتخب البرازيل في 2002 عمل بيه يمكن حوالي 7 انتصارات، وبعد كده راح درب منتخب البرتغال في 2006 عمل بيه انتصارات أخرى، فمجموع انتصارات الاثنين سواء مع البرازيل او مع البرتغال نفس المدرب 16 مباراه متتاليه، فده رقم القياسي لعدد الانتصارات المتتاليه في كاس العالم لمدير فني واحد. تمام، اما اكثر بقى المدربين مشاركه في كاس العالم، درب 6 منتخبات، هو البرازيلي كارلوس البرتو بيريرا
درب الكويت في 82، الامارات في 90، فاز باللقب مع البرازيل في 94 مع السعوديه، وكمان درب منتخب السعوديه 98، منتخب البرازيل 2006، وكمان منتخب جنوب افريقيا 2010. مظبوط فعلا، كارلوس البرتو بيريرا مدرب البرازيلي 6 منتخبات مختلفه يمكن تولى تدريبها في كاس العالم، ده برضو ريكورد كبير، ما فيش مدرب في العالم قدر ان هو يقود اكتر من 6 منتخبات في كاس العالم، فده رقم مسجل باسم كارلوس البرتو بيريرا طبعا. 6 منتخبات، احنا بنحفظ اهو المعلومات مع بعض يا جماعه، 6 منتخبات كارلوس البرتو بيريرا، وكان من قبله لويس فيليبي سكولاري عنده 16 مباراه فوز في كاس العالم. كمان في اكثر المدربين قلنا ماريو زاجالو، دي امثالي اهم المعلومات عن المدربين في مظبوط هي دي الاحصائيات اللي موجوده معانا. تمام، احنا يمكن معانا برضو بعض الصور كده، خرائط توضيحيه برضو لمشاركات المنتخبات او انجازات المنتخبات في كاس العالم على مستوى العالم كله، يمكن معانا صور لبعض الخرائط برضو ممكن نبتدي نعرضها على الشاشه بتوضح المنتخبات، مين اكثر المنتخبات اللي نظمت بطوله كاس العالم، مين اكثر المنتخبات اللي فازت ببطوله كاس العالم، كل منتخب حقق انجازات ايه، فيمكن هي اعتقد ان هي مهمه وبتدي يمكن شكل توضيحي كده بالالوان على المنتخبات. بالظبط، يمكن دي بالنسبه للمنتخبات اللي هي نشرح بقى الخريطه دي وكل لون بيمثل ايه. بص اللون الازرق الغامق ده اللي هو الدوله اللي قدرت تفوز بكاس العالم، اللون الازرق الاقل منه اللي وصلت الفاينل المركز الثاني، بعديه اللون الازرق الفاتح ده السيمي فاينل اللي هم وصلوا قبل النهائي، اللون اللبني ده كوارتر فاينل اللي وصلوا دور الثمانيه، اللونين الاخضر الاخضر الفاتح ده الدور الثاني، والاخضر الغامق كان اخرهم الدور الاول. دي توزيعه كده لكل منتخبات العالم، الخريطه اللي قدامنا على الشاشه. طبعا لاتين امريكا اخذ النصيب الاكبر. مظبوط طبعا، مظبوط، اوروجواي والبرازيل طبعا، اوروبا برضو عندنا ايطاليا والمانيا وفرنسا اللي فيهم الاخضر الازرق الغامق ده للتتويج بكاس العالم، بعد كده الدول اللي وصلت المباراه النهائيه عندنا طبعا مصر باينه باللون الاخضر الغامق للدور الاول، البطولتين اللي شاركنا فيهم 34 و90، لكن طبعا فاضيه تماما دي الدول بقى اللي ما وصلتش كاس العالم خالص. بالظبط، اللون الرمادي ده ما الدول اللي ما وصلتش خالص كاس العالم، فدي يمكن خريطه كده بتوضح، انت بتبقى على نظره واحده بتقدري تعرفي كل دوله. لا جميله، انا بحييك عليها. بالظبط، يمكن معانا اكتر من خريطه بالشكل ده برضو نقدر نستعرضهم ورا بعض كده بحيث نتكلم عنهم، فاعتقد بيدوا كده انطباع، يعني ممكن من خلال نظره واحده تقدري تعرفي كل دوله وصلت. نكمل على الخريطه الثانيه يا جماعه اللي معانا، فيعني زي ما قلنا مصر المرتين اللي فاتوا طبعا 34 و90 خرجنا من الدور الاول، نتمنى بقى اللون الاخضر ده يتغير المره الجايه ان شاء الله ومصر تعدي الدور الاول ونوصل. دي بقى الخريطه الثانيه. ده انجازات المنتخبات طبعا في كاس العالم، كل منتخب وصل الى الانجازات اللي هو قدر يحققها، باين قدامنا برده بطل برده البرازيل ولاتين امريكا. بالظبط، بطل كاس العالم يمكن باللون البنفسجي ده الوصيف باللون اللبني، عندنا بعد كده اللي وصل الثمن النهائي او ربع النهائي، اللي حصل على المركز الثالث باللون الاخضر الغامق، المركز الرابع باللون الاخضر الفاتح، الدول اللي هي لم تتأهل او لم تشارك باللون الرمادي، عندنا وصلت ربع النهائي باللون الاصفر، والدوله المستضيفه يمكن قدامنا، فدي برضو بتوضح كل المنتخبات قدرت تشارك ووصلت فين، وكل مرحله لكل منتخب تقدري على طول من نظره واحده لا بتتشاوري على منتخب تعرفي هو اكبر انجاز عمله في كاس العالم كان ايه. تمام، في خرائط تانية؟ يمكن معانا في خريطه كمان يا جماعه، الجداول والخرائط دي المشاركات بقى المنتخبات في كاس العالم، الاكثر مشاركه كل دوله عدد المشاركات قدامنا باللون اللي تحت، وكل دوله باللون اللي هي شاركت بيه، يعني عندنا مثلا 21 راح تلاقي البرازيل فقط اللون الوحيد باللون اللي هو البنفسجي ده، لون المنتخب البرازيلي شارك 21 مره، المنتخب الوحيد في العالم اللي وصل 21 مره، دي مشاركات من سنه 1930 لحد 2018، مصر طبعا باللون اللي قدامنا شاركت 3 مرات او دي المشاركه الثالثه، طبعا دي محسوبه معانا 2018، اللون الرمادي ده دول ما شاركتش خالص، فبرضه من خلال الخريطه التوضيحيه دي تقدري تبص على اي دوله تعرفي من خلال الكالر او اللون بتاعها تعرفي هي وصلت كاس العالم كام مره على مدار التاريخ. تمام، متهيألي كده خلاص الخرايط اللي موجوده معانا ولا في تاني؟ تقريبا هنوصل بقى في الفتره المخصصه في بقيه حلقتنا لكاس العالم بقى اللي احنا ان شاء الله مقبلين عليه، نتمنى نكون قدرنا طبعا نقدم لحضراتكم يعني كده لمحات تاريخيه ممكن نفضل فاكرينها ونخرج من خلال حلقتنا النهارده مجموعه كده من المعلومات، وهنسال بعض في اخر الحلقه لسه فاكرين المعلومات ولا لا ان شاء الله. كاس العالم روسيا 2018 بطولة 21، طبعا الاتحاد الدولي اختار روسيا تقام في الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو، فازت روسيا بشرف استضافة البطولة بعد اجتماع الفيفا يوم 2 ديسمبر 2010.
كان في ثلاث ترشيحات وكان في منافسه روسيا واسبانيا والبرتغال، كان في كمان ترشيح مشترك بين هولندا وبلجيكا وانجلترا. يعني في تفاصيل كتير جدا في كيفيه فوز روسيا بالتنظيم، اكيد في يعني كواليس ممكن نقولها النهارده. اكيد طبعا كانت منافسه قويه، يمكن زي ما حضرتك قلتي كان في اربع ترشيحات يمكن دخلوا، كان في تنظيم مشترك ما بين اسبانيا والبرتغال، وكان في برضو تنظيم مشترك ما بين هولندا وبلجيكا، وكان في ترشح لدوله انجلترا ان هي تستضيف البطوله، لكن روسيا قدرت ان هي تفوز بالتنظيم ده زي ما حضرتك قلتي في ديسمبر 2010. يمكن خدت هي اعلى الاصوات، طبعا عارفين بيبقى في تصويت من اعضاء اللجنه التنفيذيه للاتحاد الدولي لكره القدم 24 عضو، وكل واحد فيهم بيرشح الدوله اللي هو شايفها الافضل. قدرت تفوز روسيا بالتنظيم ده، ويمكن دي اول مره بطوله كاس العالم تقام في اوروبا الشرقيه، يمكن اول مره على مدار التاريخ. كان في دايما بيكون تخوف من درجه الحراره والبرد والثلوج وكده، لكن المره دي كان في جرأة من اللجنه المنظمه ودي التنظيم لدوله جديده في اوروبا الشرقيه عشان يكون فيها وضع مختلف. اعتقد روسيا مهيئه ومساحتها كبيره جدا وعندهم العديد من الملاعب اللي تم تجهيزها خلال الفتره الاخيره عشان كاس العالم، فيعني انا متصور البطوله ان شاء الله هتكون ناجحه بشكل كبير جدا السنه دي. بمناسبة المساحة الكبيرة والملاعب، كم مدينة هتنظم عليها كاس العالم؟ برضو ندي كده فكرة عن المدن والملاعب اللي هتستضيف البطولة. يمكن في 8 مدن حتى هتنظم هتستضيف البطوله، ملاعب يمكن توصل 10 ملاعب او 11 ملعب، فبقول لك هو رقم كبير جدا. المشكله يا سهى برضو في تنظيم البطوله في روسيا، ودي اعتقد هتواجه المنتخب المصري تحديدا، المسافات بعيده جدا. يعني نتكلم احنا منتخب مصر عندنا 3 ماتشات كل مباراه منهم في مدينه مختلفه، والمسافات يمكن بتصل في بعض الاحيان اكثر من 2000 كيلو. يعني في دول في مدن جوه روسيا اكثر من 2000 كيلو انك تتنقلي من مدينه لمدينه، دي طبعا هيكون فيها صعوبه اكيد طبعا. يعني منتخب مصر هيتنقل بالطياره، لكن حتى مشجعين هتبقى مشكله بالنسبه لهم، مشجعين غالبا هيتنقلوا بالباصات او الاتوبيسات ما بين مدينه او اخرى. بقول لك يومين مثلا الموضوع ممكن في دول تاخد طبعا تاخد حبالك فيها، يعني بعض الاحيان تاخد 33 ساعه. بالاضافه كمان للاسف برضو ما اعرفش ده كان اختيار مين، مدينه جروزني اللي هم هيقام فيها المعسكر دي، يعني عندنا غير الثلاث مدن اللي احنا هنلعب فيهم وبعيده كمان عن الثلاث مدن. يعني برضو طب اقامه المنتخب هتكون فين؟ في جروزني. في جروزني اقامه المنتخب الاساسي في جروزني، والثلاث ماتشات في انا كنت متخيله مثلا الفتره بس اللي قبل البطوله ما تبدا. لا لا لحد ما البطوله تبدا ما هو بعد كده هيتنقلوا هيبتدوا يتنقلوا طبعا من كل مدينه. يعني هو هيبقى في الاول في جروزني، وبعد كده هينتقل مع اول مباراه، ومع كل مباراه هينتقل للمدينه الثانيه. بقول لك دي هتكون فيها صعوبه كبيره جدا لان مسافات كبيره، فدي اعتقد يمكن نقطه سلبيه هتكون موجوده في البطوله. وانا شايف برضو انه ما كانش فيها تنظيم، يعني المفروض كان يخلوا حتى كل منتخب على الاقل يلعب ماتشين ورا بعض في نفس المدينه، ممكن ينقل في الماتش الثالث باعتبار ان الجوله الثالثه بيكون في مباراتين في نفس التوقيت، فبالتالي ما بيكون في صعوبه. لكن ان هم منقلين كل منتخب بيروح يلعب مباراه في مدينه، اعتقد هيعملوا صعوبه كبيره جدا سواء على اللاعبين نفسهم او على المشجعين اللي هتنقلوا وراء المنتخبات بشكل متعب شويه. يعني حتى الناس اللي بتفكر انها تروح يعني تستمتع بكاس العالم ممكن تفكر شويه. طبعا هيكون بقول لك صعوبه، او يبقى رايح على ماتش واحد. مظبوط، لو حابه يتنقل لا هتبقى فيها صعوبه. يعني بقول لك في بعض الرحلات هتستغرق، يعني انا قريت هتستغرق 33 ساعه انك تنتقل من مدينه لمدينه بالاتوبيس، يعني الرحله هتكون 33 ساعه في احدى الرحلات، فبقول لك رقم كبير جدا، يعني هيكون في فعلا يعني مشقه وصعوبة على المشجعين. قبل ما نبدأ نتكلم بقى على المدن المختلفة والملاعب وتفاصيل وإحصائيات كتير، ناخد كده المجموعات، الثمان مجموعات اللي متقسمين عليهم المنتخبات المختلفة. المجموعة الأولى طبعا كلنا حافظينها لأن فيها المنتخب المصري، المجموعة الأولى روسيا والسعودية، مصر والأورجواي، المجموعة الثانية البرتغال وإسبانيا والمغرب وإيران، المجموعة الثالثة فرنسا، أستراليا والبيرو والدنمارك، المجموعة الرابعة الأرجنتين، أيسلندا، كرواتيا ونيجيريا، المجموعة الخامسة البرازيل، سويسرا، كوستاريكا، صربيا، المجموعة السادسة ألمانيا والمكسيك والسويد وكوريا الجنوبية، المجموعة السابعة بلجيكا، بنما، تونس وإنجلترا، المجموعة الثامنة والأخيرة بولندا والسنغال، كولومبيا واليابان. هناخد مجموعة ونبتدي نتكلم على الإحصائيات. نبدأ طبعا بالمجموعة الأولى اللي بالتأكيد عندنا فيها كلام كتير جدا وهنركز عليها أكتر، روسيا، السعودية، مصر والأورجواي.
تمام. طبعا المجموعه دي بتضم يمكن البلد المستضيفه للبطوله منتخب روسيا. يمكن هو منتخب روسيا اتحط تصنيف اول على راس المجموعه الاولى باعتباره البلد المضيف للبطوله، رغم ان هو لو خدنا طبعا التصنيف كان معمول بحسابات تصنيف الفيفا، لو اتاخدت بتصنيف الفيفا اعتقد منتخب روسيا كان هيكون تصنيف رابع، يعني هو تصنيفه متاخر جدا في تصنيف الفيفا. كدوله منظمه بالظبط بيكون ليها افضليه انها بتتحط على راس مجموعه طبعا، وبتتحط على راس المجموعه الاولى دايما وبتلعب مباراه الافتتاح. فبالتالي قبل ما نكمل، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه ان مصر مع الدوله المستضيفه للبطوله؟ بص اكيد هي ليها ايجابيات ولها سلبيات، يعني خلينا نتكلم طبعا يعني الايجابيات طبعا ان منتخب روسيا فنيا لو قارناه بقيه رؤوس المجموعات هو يعتبر اقل منتخب في الثمانيه، يعني بنتكلم رؤوس المجموعات عندنا البرتغال، فرنسا، الارجنتين، البرازيل، المانيا، بلجيكا، بولندا، يعني منتخبات قوية جدا اللي محطوطة على رؤوس المجموعات السبعة التانية. فنيا منتخب روسيا اضعف من كل المنتخبات دي، فبالتالي المنتخب الاقوى في مجموعتك المفروض ان هو يكون منتخب يخض شوية بلغة الكورة يعتبر فنيا في المتناول. لكن النقطة السلبية يا سهى بقى في النقطة دي طبعا ان دايما البلد المستضيفة البطولة بيكون في بعض الحسابات الاخرى عامل طبعا الارض والجمهور بيكون متوفر معاه، بيبقى في دفعة معنوية بحضور طبعا ممكن رئيس الدولة. النقطة التانية وخلينا نتكلم بصراحة اكتر، بيكون في بعض المجاملات التحكيمية، يعني دايما من مصلحة، ودي اخطر نقطة طبعا دي نقطة مهمة جدا، ودايما ان هم دايما عايزين الدولة المستضيفة تكمل لأبعد مدى. مظبوط، هو من مصلحته طبعا ان الدولة المستضيفة البطولة تكمل في البطولة عشان حتى تعامل الجمهور طبعا يكون متواجد في كل المباريات ويكون مهتم بالبطولة، في حين ان لو الدولة المنظمة خرجت مبكرا بتكون بالنسبة له بتشكل حتى الاتحاد الدولي مشكلة مادية، يعني بيكون في تأثير على ايرادات المباريات وعلى البث التلفزيوني والاعلانات والدعاية وكل الكلام ده. فمن مصلحة الدولة الفيفا دايما ان هو يخلي الدولة المنظمة تكمل، في بعض الاحيان بيكون في مجاملات تحكيميه، هي دي النقطه اللي انا قلقان منها ان يكون في بعض المجاملات لمنتخب روسيا، لكن هو منتخب فنيا في متناول وممكن منتخب مصر يقدر ان هو يتخطاه لو الامور التحكيميه مشيت بشكل جيد. يعني من المعلومات برضو المهمه اللي معايا او يعني معاك انت مجهزها لينا انه افضل انجاز او افضل اداء للمنتخبات المختلفه. تمام. فالغريب ان روسيا كان افضل حاجه عملتها 66 مركز رابع. مظبوط فعلا. لا منتخب روسيا طبعا كان كمان يعني كان في مكان الاتحاد السوفيتي، كان منتخب قوي طبعا قبل التقسيم، بعد ما حصل تقسيم الاتحاد السوفيتي لدول يعني الموضوع اثر بشكل سلبي كبير جدا على المنتخب الروسي وابتعد عن المنافسه القويه، فهم فعلا بقى لهم فتره بعيد تماما عن المنافسه، والمره دي بس بقول لك اتحطوا على راس مجموعه باعتبارهم الدوله المنظمه. لكن حتى يمكن برضه الفتره الاخيره يمكن انا متابع منتخب روسيا فيه 2 أو 3 لعيبه مهمين جدا تعرضوا لاصابات ومش هيشاركوا في البطوله، فبقول لك على الورق او بالتقييم الفني لا منتخب مصر يقدر يتفوق على المنتخب الروسي. واعتقد يا سهى ماتش منتخب مصر وروسيا هو ده المهم جدا واللي هيحدد هيكون يعني مين مركز تاني في المجموعه. خلينا نتكلم بصراحه، مش الاورجواي بطله مرتين، يعني افضل مزبوط. من الاحصائيه برضو اللي موجوده انه الاورجواي بطله 50 و30. مظبوط يا سهى، والوقت الحالي كمان هم بيمتلكوا افضل ثنائي هجومي يمكن على مستوى العالم. يعني عندنا ادينسون كافاني المهاجم باريس سان جيرمان، هو هداف الدوري الفرنسي في الموسم الحالي وبيعيش فتره يمكن بتالق كبيره جدا، عنده خبرات كبيره، ولويس سواريز طبعا هداف برشلونه الاسباني وبرده نجم مميز جدا. فبتتكلم 2 رؤوس حربه يعني كل العالم عارفهم، يمكن من افضل رؤوس حرب على مستوى العالم في الوقت الحالي. فاعتقد دي هتكون نقطه يعني شويه صعبه على المدافعين منتخب مصر على حراسه المرمى مباراه اوروجواي. فاعتقد اوروجواي رغم ان هي تصنيف ثاني لكن اعتقد بنسبه كبيره جدا هتكون هي في صداره المجموعه الاولى مع نهايه الدور الاول. المنتخب السعودي طبعا مع احترامنا ليه يمكن بيمر برده مرحله عدم توازن في الفتره الاخيره، في تراجع كبير جدا لكن عنده مشاركات اكتر مننا، وصل دور 16 في سنه 94. مظبوط، ده طبعا التاريخ، يعني بنتكلم التاريخ حاجه والواقع في ارض الواقع حاجه. تاريخيا المنتخب السعودي طبعا بيتفوق على المنتخب المصري في كاس العالم، لكن بقول لك الفتره الاخيره في تراجع في مستوى المنتخب السعودي، يمكن حتى هم خدوا خطوه كده للاتحاد السعودي لكره القدم، يمكن خرج 9 لعيبه سعوديين للاحتراف في الدوري الاسباني، يمكن انتقلوا الانديه الاسبانيه مجانا بدون اي مقابل عشان يكتسبوا خبرات، لكن اعتقد التجربه دي لم تؤتي بثمارها. يمكن معظم اللعيبه كانوا كلهم خارج القائمه، مفيش حد منهم لعب، يمكن مؤخرا بس فهد المولد اول واحد لعب مع فريق ليفانتي في الدوري الاسباني حوالي 15 دقيقه، لكن بخلاف كده كل اللعيبه اللي راحوا تجربه الاحتراف في الدوري الاسباني ما لعبوش، وده بالتالي ممكن يؤثر عليهم بالسلب. فارجع تاني اقول لك بنسبه كبيره اوروجواي هتكون في صداره المجموعه، بنسبه كبيره السعوديه مركز رابع، وتظل بقى المنافسه ما بين مصر وروسيا على المركز الثاني بعد اوروجواي والتاهل. بقول لك ماتش مصر وروسيا تحديدا اكيد هيكون ليه دور كبير وحاسم في مين منهم يتاهل لدور ال 16. روسيا بجمهورها بتحكمها بسلطاتها كل حاجه، واحنا احلامنا بطموحاتنا بنجومنا على فكره، احنا برضو لازم نأكد ان احنا عندنا منتخب قوي
محترفين في يعني يكفي محمد صلاح أيقونة المنتخب المصري. تمام. ترتيب المجموعات من وجهة نظرك، احنا طبعا هنركز شوية النهاردة على المجموعة الأولى. تمام. وان شاء الله زملائنا بقى في الحلقات تباعا كل يوم هيكون في متابعة لكل المجموعات المختلفة. تمام. ترتيب المباريات موعدها ويعني تدرج بقى المستوى بالنسبة للمنتخب المصري من وجهة نظرك. اعتقد برضو يمكن دي مش في صالحنا شويه سهله، لان اول مباراه هنلعب اوروجواي، يعني طبعا مباراه الافتتاح هتكون يوم 14 يونيو، دي هتكون مباراه ما بين روسيا والسعوديه، البلد المضيف طبعا مع السعوديه، دي يوم 14 يونيو ماتش الافتتاح. بالظبط. في موسكو، في العاصمه موسكو. عندنا تاني يوم بقى 15 يونيو مباراه مصر مع اوروجواي، دي اول مباراه لينا، هتكون في مدينه ايكاتنبرج، في ملعب ايكاتنبرج، دي طبعا مباراه صعبه. فبقول لك البدايات دايما بتكون يعني مؤثره، يعني انا كنت اتمنى على المستوى الشخصي نبدا مع روسيا، نبدا مع السعوديه، كانت الامور ممكن تكون احسن، دفع معنوية سواء مثلا فوز او تعادل تقربك. لكن منتخب اوروجواي بقولك منتخب صعب، اكيد هيكون بادي بداية قوية، عايز يوجه انذار لبقية المنتخبات، فانا يعني اتخوف او اخشى. البعض ممكن يقول لك لا اخلص الصعب في الاول واعرف انا عملت ايه ومستوايا ايه وحساباتي ايه، وبعد كده ادخل بقى على ان انا اعرف ارتب حساباتي اكتر. لا انا مش متفق مع الراي ده، وجهه نظر طبعا كل واحد له وجهه نظره، لكن انا كنت شايف يبقى في تدرج في المستوى افضل. يعني لو بدانا مع روسيا ماتش الافتتاح تحديدا، يعني ماتشات الافتتاح دايما نسوها على مدار التاريخ، برضو دي ظاهره كده مش كاس العالم بس، في كل البطولات دايما بتلاقي مباراه الافتتاح بنسبه كبيره بتخلص تعادل، يعني ما تلاقيش منتخب صاحب الارض بيفوز في ماتشات كتيره، دايما معظم الاحيان بتكون تعادل، بتكون لسه الامور. فاعتقد دي ممكن فرصه للمنتخب السعودي. لكن ماتش اوروجواي لا، ماتش اوروجواي صعب، وبقول لك يعني لا قدر الله انا بخش كمان اللاعب العربي بصفه عامه والمصري ممكن تتعرض لهزيمه من اوروجواي هدفين ثلاثة، ممكن تبتدي تأثر سلبيا شوية في باقي المشوار. فكنت أفضل إن احنا نبدأ مع روسيا أو السعودية في المباراة الأولى، لكن خلاص بقى يعني القرعة أجريت. أول ماتش مع الأورجواي إيكاتنبرج 15 يونيو. بالظبط. الجولة الثانية طبعا هتكون 19 يونيو، هنلعب روسيا في المباراة اللي بقولك هتكون مهمة جدا في حسم مين ممكن مركز ثاني، وثالث مباراة الأخيرة أمام السعودية يوم 25 يونيو بإذن الله. ده برضه اللي أنا شخصيا ما كنتش أتمنى إن يبقى في منتخب عربي معانا في المجموعة عشان الحسابات يعني نفسنا كل المنتخبات العربية توصل للدور 16، ما يكونش فيه منتخبين بيتقابلوا، مع كل طبعا الحب والتقدير والاحترام للمنتخب السعودي، لكن كنا نتمنى نطلع احنا الاثنين مع بعض، لكن الظروف هتكون صعبة اكتر من كده بكتير. اكيد طبعا كنا نتمنى ان يبقوا الاثنين في مجموعتين مختلفين، ولكن كده برضو ممكن تدي ان افضل ان واحد منهم على الاقل يوصل. تمام. نتمنى باذن الله ان واحد فيهم يوصل مع منتخب الاوروجواي. في كمان المغرب. مزبوط. يعني عندنا اربع منتخبات عربية، رقم قياسي في المنتخبات. بالزبط. المشاركة في كاس العالم روسيا 2018 المونديال القادم اللي بدأنا النهاردة أول حلقة في برنامجنا المونديال، اللي من خلاله كل يوم من الساعة 11 للساعة 12 على الهواء مباشرة على شاشة النيل للرياضة كل ما يخص المونديال. بدأنا النهاردة كده بلمحات تاريخية، رب تكونوا استفدتوا بكل المعلومات المهمة اللي احنا قلناها النهاردة، إحصائيات وخرائط. شكر طبعا يعني رائع ومجهود جميل للأستاذ خالد طلعت الصحفي المميز دايما، دايما بيبقى متميز في قصة الإحصائيات والأرقام والأخبار، وكمان بالنسبة للكرة العالمية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ خالد مرة تانية، كل سنة وحالتك طيب. متشكر جدا أستاذ، كنت سعيد بوجودي معاك النهاردة، وكل سنة وأنت طيبة والسادة المشاهدين بخير. وأنت طيب وبخير. بشكر طبعا كل أسرة العمل النهاردة، وكل يوم بإذن الله هنكمل معاكم وحكايات المونديال ومتابعة لكل الأخبار يوميا وإحصائيات و تفاصيل، وكمان هيكون عندنا مشاهد من وكالات الانباء العالميه اللي هتمدنا بيها كل يوم باذن الله. انتظرونا في نفس الميعاد من 11 ل 12 وبرنامجنا المونديال. بكره حلقه جديده، بشكركم جزيل الشكر.